اجتماعي، نفاق عمل ليس اعتقادي. كبائر، من الكبائر، كل هذه الثلاثة من الكبائر. قال إذا حدث كذا، وتقول عائشة رضي الله عنها تقول أبغض إليه صلى الله عليه وسلم أبغض شيء عنده الكذب. فإذا كذب شخص أمامه يجد في نفسه شيء لهذا الشخص حتى يحدث توبة. لواحد شاف صلى الله عليه وسلم كذب في شيء، صلى الله عليه وسلم ينفر منه، يجد في نفسه شيئا عليه تقول. والكذب يهدي إلى النار. قال الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب، يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فالكذب كبيرة من الكبائر. والكبيرة يقول الأحنف بن قيس، يقول لا تجتمع أو لا تجتمع المروءة مع الكذب. هذا اللي يكذب ما عنده مروءة، ليش تكذب؟ لذلك قال هذا لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. ومن يكون كذاب؟ يعني ليش تكذب؟ تخاف من أحد؟ تملك؟ فالمروءة أن شخص ما يكذب. في السيرة أن أبو سفيان، أن أبا سفيان لما ذهب إلى قيصر، يا أبو قيصر بعد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أسئلة. قال أغدر، يعني قالوا نحن في هدنة، قال أغدر يعني صلى الله عليه وسلم. قال أردت أن أقول فخفت أن يقال عني أني كذبت. كافر ما يرضى أن يقال عنه أنه كذب. فقلت والله بيننا وبين عهد ولا نعلم ماذا يفعل. الشاهد أن الكذب عكس المروءة، تخالف المروءة. والكذب في أمور كثيرة، في الكذب على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يكذب المرء على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لك حديث ولا تدري ما صحته وترسله، إذا كان الحديث ضعيف أو منكر أو موضوع، فأنت مشارك في هذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ترسل أي حديث، يجب أن تتوثق. كفى، وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كل ما يأتي ترسله، فأنت أكبر كذاب. والكذب على الله سبحانه وتعالى أن ترسل هذه التفاسير التي ليس لها يعني لا دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من أقوال السلف. هاي التفاسير الكيالي وغيره، هذه لا يجوز نشر هذه التفاسير، لأنها تفاسير تخالف الكتاب والسنة. الكذب لكي يضحك الناس. قال ويل لمن يكذب ليضحك الناس، يحدث بحديث فيضحك الناس كذبا، هذا ويل له. ومن أنواع الكذب الذي يمدح، الله يعين الشعراء، يمدحون غير موجود في الممدوح، هذا من الكذب. يجب أن تمدح بما هو فيه أو بما هو أهله، أما تمدح مدح غير موجود فهذا من الكذب. ومن الكذب كذلك الكذب في البيع والشراء، وهو الغش اللي عند التجار. والله أنا شريت كذب، والله طلعت علي كذا، والله فلان علي وهو كذاب، هذا ما يجوز. والكذب في الشهادة، كذب في الشهادة دائماً أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور. فكل هذه تعتبر من الكذب ومن الكبائر. وكذلك الكذب في السياسة، الغاية تبرر الوسيلة، هذه يعني يختلف عن الحق، الحق سوف تأتي. سائل يسأل ويقول هل يجوز أن أكذب مخافة من الحسد
هكذا مخاوف العين، أخاف والله تكون بعين، فأكذب يجوز؟ نقول لا يجوز، لا يجوز أن تكذب. قال طيب إذا كانت الكذب بيضة هو بسودة هل يجوز؟ ما هي الكذب البيضة؟ قال والله مثلا إذا أنا فلان ينطرني باقي لي نص ساعة أقول له والله خمس دقائق وعندك أنا، هذا كذب سودة بيضة ما يجوز. قال لا يعني كذب ما تضر أحد، الأصل أن الإنسان لا يخبر، ما هي الكذب؟ أن تخبر بخلاف الواقع، وأنت تخبر عن قصد خلاف الواقع وهذا كذب فتحسب عليك كذبة. أين أو ما هي يعني متى يرخص للإنسان بالكذب؟ قالت أم كلثوم بنت عقبة بن معين رضي الله عنها وأرضاها قالت قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فقالت رخص صلى الله عليه وسلم بإصلاح بين الناس وفي الحرب، وحديث الرجل لزوجته وحديث المرأة لزوجها هذا رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول طيب هل هناك كفارة؟ أنا الآن كذبت في كفارة أخذ 15 ريال؟ ليس هناك كفارة للكذب، أردت أن تصدق هذا أمر راجع لك، لكن الكذب ليس له كفارة بل توبة نصوح، تتوب إذا كذبت عليك أن تتوب توبة نصوحة وأن لا تعود، والعزم والندم وعلى أن لا تعود إلى هذه مرة أخرى، وليس هناك يعني تدفع هذا أمر راجع لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا وعد أخلف، يقول الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كل ما وعد به إنسان سوف مسؤول أي سوف تسأل عن هذا الوعد، إن أديت هذا الوعد أجرت، ما أديت هذا الوعد تأذن، فكل وعد سوف تسأل عنه. يقول الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال مجاهد في تفسير هذه الآية قال وكان صادق الوعد، قال ما وعد قط بشيء إلا وفى، لذلك قال الله عز وجل عنه إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، خيانة الأمانة. ما هي خيانة الأمانة؟ خيانة الأمانة هي عدم تأدية ما يجب عليك أو ما يتوقع منك أداءه من قول أو عمل، هذه هي الخيانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يربع يوم القيامة، يربع يوم القيامة بين الناس وبين الناس يوم القيامة لواء لكل غادر، لواء علم يحطون علم عنده يقال هذه غدرة فلان، خان في كذا، باك كذا، طيب لازم عفون في 2-3 مليون ولا 10 ريال نفس الشيء؟ قالوا الخيانة خيانة. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة، فكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من الخيانة. الآن الذي نراه اليوم بعض الناس يتأولون يبرر حلوها، والله أنا في الشركة خصموا علي باخذ منهم هذا حلال، اعطوني هذا عقوني بهذا انا باخذ، يحطون علي الحكومه حط علي ضرائب هني باخذ حقي من هني، هذا لا يجوز انك تتأول في اموال الناس او اموال بيت المال او في اموال لا يجوز او في اموال الشركات أو لا، هذا لا يجوز شرعا. لو كان هناك يحق لشخص ان يتأول كان تأول النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم وكان في مكة، كان أهل مكة يأتون إليه بإيش؟ بأموالهم، لأنه كان إيش؟ أمين. صادق الأمين، كل واحد عنده بقجة في عشرة دينار أمانة، عنده خمسة دينار أمانة، عندك أم عنده أمانات صلى الله عليه وسلم. والليلة التي هاجر خرج من بيته صلى الله عليه وسلم أرادوا قتله بسيوفهم وفي عند الباب، يبون يذبحوني فلوسهم حلال صح ولا لا؟ ما قال بيذبحوني فلوسهم حلال، لا، قال حق علي رضي الله عنه بات في مكاني وغدا من الصبح باجر ترد لهم كل واحد تعطيه مالته، زين بيذبحونه تسيح برع، هاي أمانة، الأمانة يجب أن تعود. فلذلك ما تأول صلى الله عليه وسلم، فما لك حق تأخذ. طيب هذا اللي بتأخذ من الحكومة، هل هو لشخص يمكن أرملة يمكن مطلقة يمكن لي يتيم، هل تأخذ؟ وليس يعني الدولة ليس شخص أو الشركة، فتأخذ أنت، ليس لك أن تأخذ أي شيء خيانة وغدرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله